طب تامر حسني عمل افلام مثلا خلال الفتره دي كذا فيلم، ليه برضو ما اشتركتش معاه؟ انا ليه ما اشتركتش؟ دي انا السؤال ده على فكره اصعب سؤال بيسالني من الناس. هو ده مش تقصير مني، يعني اعتقد ان اي مخرج او اي بطل عمل او اي منتج لما بيجي يعمل كاست الفيلم، انا عارف ان اسمي بيتحط في ترشيحات، ولكن ممكن يكون في ممثلين تانية هم اللي اتفقوا عليهم او هم اللي فازوا بالدور او بالشخصيه اللي موجوده في الفيلم. فهو ده في الاول وفي الاخر نصيب، مش تقصير مني في حاجه. يعني هو تامر بيحبني جدا وصديقي جدا واحنا حبايب ومفيش اي حاجه، ولكن هو كل واحد بيفكر في شغله، ودي حاجه انا اتعلمتها من الاستاذ عادل. يعني الاستاذ عادل من بدايه ما ابتديت امثل وانا دايما بشوف هو بيعمل ايه، فكان دايما موضوع الكاستنج ده عنده اهم حاجه. ما عندوش مجاملات، مش علشان الممثل ده بيشتغل معايا او انا بحبه او صديقي او عمل معايا حاجه قبل كده اجيبه في دور مش دوره. يعني هي مساله الكاستنج دي، كل نجم وكل بطل بيركز ان هو يكون معاه الادوار الكاستنج بتاعها بيرفكت. مش معنى كده ان انا ممثل وحش، ولكن هو كل دور بينادي صاحب. لكن تحب انك تشتغل مع تامر حسني ويجيلك دور معاه؟ طبعا طبعا. يعني دي حاجة أنا بتمناها على طول، وأكيد إن شاء الله تحصل. يعني مش يعني ما أعتقدش إن إحنا مش هنشتغل مع بعض، لا إن شاء الله تحصل يعني.